أديسون دونا سيمينتو أسماه والداه بهذا الاسم تيمنا بالمخترع توماس أديسون، لكن أصدقائه في المدرسة أطلقوا عليه بيلي نتيجة عدم لفظه لاسم الحارس البرازيلي بيلي بشكل صحيح. هذا الفتى النحيل الصغير صنع تاريخا يصعب تكراره داخل المستطيل الأخضر بفوزه بثلاثة ألقاب لكأس العالم، وبطل كهذا بالتأكيد يحمل قصة استثنائية، فهو من أسرة فقيرة عاشقة لكرة القدم. أصيب في صغره عندما كان لاعبا محليا، ورفض النادي الذي لعب فيه والده تحمل تكاليف علاجه فاعتزل وعمل ماسح أحذية. ولأنه جوهر جذب انتباه مكتشفي النجوم لينضم بيلي إلى قطاع الناشئين في نادي مدينة باورو ليتألق هناك بإحرازه 100 هدف في 33 مباراة فقط، ليخطفه النادي العملاق سانتوس عام 56. عام 1958 واجه المدرب فيسنتي فيول اعتراضات على اصطحاب الفتى ذي 17 عاما لخوض مونديال السويد، إلا أن بيلي أصبح أصغر هداف ثلاثية شخصية أو هاتريك وأصغر لاعب وهداف في المباراة النهائية في تاريخ كأس العالم.